متابعو منصة البلد في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى جولة بأبرز أخبار اليوم الأحد 28 يوليو. أقدمها لكم أنا عبد الله حسين. حفظ الله السودان ونصر قواته المسلحة. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان، التقى اليوم وفد قبيلة البشاريين برئاسة الناظر محمدين أحمد كرار، حيث تطرق اللقاء للموقف الوطني المشرف للقبيلة في دعم القوات المسلحة. وقال السيد أحمد محمد عثمان حامد كرار وكيل ناظر البشاريين في تصريح صحفي، قال إن الوفد أكد وقوف القبيلة ودعمها اللامحدود للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد ميليشيات الدعم السريع الإرهابية، مبينا أن اللقاء تطرق للقضايا التي تهم البشاريين في مناطقهم، مضيفا أن رئيس المجلس السيادي وعد بمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في مناطق البشاريين. مصادر: البرهان يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان، التقى اليوم وفد قبيلة المساليت برئاسة الملك يعقوب محمد ملك المساليت بولاية جنوب دارفور. انعقاد الاجتماع الثاني لوزير الصحة مع الدكتور أشرف الكاردينال لتأكيد التزاماته تجاه الصحة. الكاردينال يوجه بالبدء الفوري بتأهيل المرحلة الأولى لمستشفى أم درمان، ويجدد التزامه السابق بدعم إنشاء مركز زراعة الكلى في بورت سودان، ويشكر الوزارة على إشراك القطاع الخاص في إعادة الإعمار. كما كلف الكاردينال شركة إنجن للهندسة والمقاولات لصيانة مستشفى أم درمان، والشركة تعلن ضربة البداية خلال أيام. وبدوره صرح وزير الصحة الاتحادي قائلا: نثمن التزام الكاردينال ودعمه المتواصل للصحة، ونشيد بتوجيهه بضربة البداية لإعمار المستشفيات، خصوصا مستشفى أم درمان ومستشفى الطوارئ وبرج العظام، وتأهيل المرافق الصحية التي تضررت جراء تمرد الميليشيات الإرهابية. منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة: جلوس طلاب 40 كلية مختلفة من جامعتي إفريقيا العالمية وأم درمان الإسلامية لأداء الامتحانات في مراكز بمدينة أم درمان. تستمر الاشتباكات بين الجيش وميليشيات الدعم السريع في الخرطوم، حيث سمع دوي إطلاق نار في مناطق متعددة. وذكر شهود عيان أن المواجهات بين الجانبين بدأت فجر أمس السبت وكانت متقطعة في مناطق جنوب وشرق الخرطوم، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعمدة الدخان في أحياء الصحافة والامتداد وجنوب الحزام. أعلنت النيابة العامة إصدار أوامر قبض في مواجهة 12 متهماً في مقتل خميس أبكر والي غرب دارفور السابق. وقال رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة مولانا ياسر بخاري، قال إن أوامر القبض صدرت بعد التعرف على المتهمين بموجب الدعوى الجنائية بالقيد 5614. نيابة عن وزير الخارجية: وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية السودان المعين لدى المملكة العربية السعودية السيد دفع الله الحاج علي. كسكن مؤقت وبالقرب من مستشفى النو، ولاية الخرطوم تخصص مركزا لإسكان مرضى غسيل الكلى القادمين من مناطق بعيدة. مرسوم ولائي لإنشاء وزارة للتنمية الاجتماعية بولاية كسلا. لجنة الطوارئ بولاية كسلا تعمل على تهيئة مراكز إيواء بديلة للوافدين جراء الأحداث التي تمر بها البلاد، والبالغ عددهم 200,000 أسرة. قاعات تدريس ومدرجات جديدة للطلاب السودانيين في مصر، افتتاح فرع الخرطوم بجامعة القاهرة. مني أركم الناوي: لن نقبل بسلام يعيد الميليشيات لوضع ما قبل الحرب في 15 إبريل. من ولاية سنار 170,000 أسرة نزحت لكسلا ولمناطق أخرى. لدى لقائهم بالسيد رئيس مجلس السيادة اليوم، الملك محمد يعقوب ملك المساليب بولاية جنوب دارفور يصرح: نؤكد وقوف القبيلة مع وحدة السودان وسلامة أراضيه واستعداد قبيلة المساليت لرفض القوات المسلحة بالمقاتلين من أجل المساهمة في معركة التحرير. الوفد اطمأن على الترتيبات الجارية لمعركة تحرير غرب دارفور، والمواطنون سيعودون قريبا لديارهم من معسكرات اللجوء والنزوح. الانتهاكات التي تعرضنا لها من ميليشيات الدعم السريع الإرهابية ستجد العقاب والمحاسبة. الأمم المتحدة تتمسك بفتح معبر أدر الحدود مع تشاد لنقل المساعدات إلى دارفور. ختاما، تقبلوا خالص تحياتي سائلين المولى عز وجل النصر والتوفيق والسداد للقوات المسلحة. إلى اللقاء.